حكمة نور قاعد في جلسة خاصة وقال إنه سبب إغلاق وإيقاف قناة الشرق معتز مطر. ليه يا سيدي؟ قال معتز مطر نجم. معتز مطر لما زمايله كتبوا عملوا بيان وقالوا معتز مطر كاذب، معتز مطر بيكذب، لما بيطلع يقعد يحزق ويتكلم والوطنية والبلاد والعباد، الناس زمايله اللي معاه في القناة قالوا ده كذاب، طلعوا بيان مكتوب وانتوا شايفينه أو شوفوه، قالوا إن معتز مطر كذاب. معتز أخذته العزة بالاسم وطبعا وشه أحمر وقال مش شغال، أما لازم يعتذروا لي. هم قالوا مش هنعتذر، هو قال مش شغال، قعد في البيت. أيمن نور طبعا قطة، قال أنا مش هشتغل، مش هرجع القناة إلا ما معتز يشتغل، ما أقدرش أشتغل من غير معتز، ده نجم القناة. معتز قال مش شغال، عايز إيه؟ عايز اعتذار؟ قالوا مش هنعتذر. أيمن قال للإخوان حلوها، حلوها لي. ده قعدة خاصة فضفض أيمن نور، قال أنا القناة مش هتشتغل إلا بمعتز. أيمن نور طلع بياخد منين تمويل؟ ما احنا قلنا من قطر، لكن أيمن نور لديه علاقة مشبوهة مع حزب الله اللبناني. أيمن نور بياخد دعم من حزب الله اللي هو جاي له بالتبعية من إيران، يبقى علاقة أيمن نور بحزب الله وعلاقة حزب الله بإيران بتجعل أن هناك علاقة مباشرة بين، علاقة غير مباشرة بين أيمن نور وبين إيران عن طريق حزب الله. وفضح مين اللي فضحه؟ الولد عمرو عبد الهادي. عمرو عبد الهادي عامل زي إيه؟ عامل زي الأهبل اللي بيبقى زمان كان في الأفلام والمسلسلات بيهبل كده بس بيطلع معلومات.